السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. ما في يوم بنفتح فيه الآن السوشيال ميديا إلا دائما بنقرأ إنا لله وإنا إليه راجعون. السوشيال ميديا خلت موضوع الموت خبر دائم وزائر دائم على صفحاتنا. الفترة الماضية العالم كله تعرض لأزمة وبانديميك، وبدأ الموت ينتشر، وبدينا نسمع عن ناس كثير تفقد حياتها بسبب هذا الفيروس وبسبب المرض. لكن لا شك أن الموت جزء من الحياة منذ الأزل، وما في إنسان عايش على هذه الكرة الأرضية ما هو عارف أنه في يوم من الأيام سيرحل، سواء كان مؤمن، سواء كان ملحد، سواء بيعبد رب العالمين، سواء بيعبد أي شيء تاني من وجهة نظره، لكن الكل عارف أنه راحل. لكن أنا اليوم مش عشان أحكي في هالموضوع، أنا اليوم وكما عودتكم دائما أنا دائما بدور على الأعماق. إذا عرف السبب بطل العجب، وإذا فهمنا أحسن ما نحفظ. الحفظ لا يساعد، الموضوع مش موضوع التكرار، قول هاي الكلمات وعيد هاي الكلمات وأمورك راح تتحسن. أنا دائما بدور على أعماق الأشياء، ولذلك سنتكلم عن الموت. في ناس كثير لازم تسمع هالكلام، وجدت انه من واجبي انه نحن نتكلم، لانه في ناس كثير بتسالني يا دكتور انت كيف تتعامل مع الموت؟ ما هيك فقدت اختك، فقدت امك، انا فقدت اصدقاء بهذا الوباء. كيف الانسان يتعامل مع الموت؟ هل الانسان يوصل لمرحله انه يفقد هيبه الموت، الموت يبطل عنده هيبه فبالتالي خلاص تعودنا؟ ولا الانسان يقعد ينتظر الموت ويقول خلاص ما هو جاي جاي الموت؟ لا، نحن راح نحكي اليوم بشيء من واقع مجتمعنا، من واقع ثقافتنا، من واقع شريعتنا، عاداتنا، تقاليدنا، بكل أطيافنا، بكل أدياننا. سنتكلم عن الموت، وتكون هاي رسالة ترسلها لكل إنسان فقد عزيز. اليوم ما في حدا منا ما ممكن يتعرض لموقف إني أنا أجي أعطيك شيء معين. على مستوى البيت اللي أنا ساكنه، إذا أنا استأجرت بيت، صاحب البيت عم بيعطيني البيت عشان أنا أنتفع فيه، لكن هو ينتظر مني شيء. في يوم من الأيام سأترك البيت، راح أرحل، أروح لبيت أكبر، بيت أصغر، أترك المدينة، هو حيغير رأيه ويحكي لي أنا بدي البيت، فبدي أرجع له البيت. لكن من الطبيعي أنه البيت لما أرجع له إياه يكون زي ما تركته، ما بصير يرجع البيت وسخ وموسخ وفي قدورات ومكسر. وإذا صار هذا الكلام صاحب البيت راح يطلب مني تعويض. فكرة انه البيت في الاخر وانا جالس فيه، احنا دائما اللي قاعدين في بيوت اجار بيعرفوا هالكلام، بقول لك امتى اقعد في بيتي؟ في بيت الاجار بيكون صعب انك تدق مسمار، في بيت الاجار ما بتقدر تغير كثير، مرات الناس بتحكي لك حتى ما بديش اغير العفش، ما هو اجار البيت. لانه انا عارف انها فترة مؤقتة. لو انا اعطيتك اي شيء وقلت لك خذ هذا التليفون خليه عندك، انا بعد سنة بدي اجي اخذه، طبيعي انك انت راح تمسك التليفون، ولانها امانه حتحافظ عليها، واذا شفت اي انسان جاي يمسك التليفون حتقول له دير بالك هذا التليفون مش لإلنا، هذا التليفون له صاحب، الله يخليك لا تعلقنيش مع صاحبه، خليه زي ما هو وراح تحافظ عليه وتنظفه وتحاول انك تبعد عنه تراب والغبره. انت امانه. ليش نحن بنحكي انا لله وانا اليه لراجعون؟ لأنه حضرتك أماني، أنت هون موجود فترة مؤقتة. ربنا شو أعطانا؟ نفخ فينا من روحه وأعطانا هاي الأمانة، نفخ فينا النفخة، وهاي اللي راح تنشال منا لما ينتهي الأجل. فلذلك لما حد بيموت دائما نتذكر أنه إنا لله. أنا بالآخر لست ملك لنفسي، إنا لله. وفي شغلة مهمة، واللي عايش ولسه ما مات، وإنا إليه لراجعون. وهذا الموضوع بخليني أفكر بطريقة إنه استنى شوي، إذا كنت أنا ملك لله وأنا بالنهاية راجع لله، وهاي كلياتها عبارة عن أمانة، كيف لازم أتعامل مع نفسي؟ أسمح لأي إنسان يجي ينكد علي؟ أسمح لأي إنسان بسبب كلمة يقنعني إني أنا فاشل؟ كيف بتكون فاشل وربنا نفخ فيك من روحه؟ كيف؟ على أي أساس؟ ربنا أعطاك أمانة، وأنت لله وأنت له راجع. وبالتالي الإنسان اللي بيفكر في هالتفكير تخف من حدة الحزن والزعل، لأن الحزن مشروع والموت حق، وكل الناس عارفة هالكلام، مش قاعدين بنجيب كلام غريب عجيب إنه والله أنا والله كنت ناسي إنه الموت حق، كله عارف إنه الموت حق. بس تذكر لما كانت الوصية لإلنا إنه نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنت بتحكيها
لما تتلقى خبر من هذا النوع، خبر ثقيل، الموت صعب، لما تتلقى خبر من هالنوع تذكر إنه صاحب الأمانة أخذها، أخذ أمانته، هذا حقه، هو تركها معك إلى حين، هو حر. ما بتقدر أنت اليوم لو أنا حملتك أماني وعطيتك هالتليفون، إجيت قلت لك لو سمحت أنا بدي التليفون اللي أعطيتك إياه، تجي تقول لي لا، أنت حكيت لي سنة، أنت حكيت لي سنتين. لا، مش من حقك تحكي هالكلام، لأنه أنا صاحب التليفون ومن حقي أخذ تليفوني في أي وقت طالما إنك أنت رضيت تتحمل الأمانة. والإنسان تحمل الأمانة بينما رفضت السماء والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، إحنا حملناها بمشيئتك، مش مشيئتك، أنت حملتها، نحن حملنا الأمانة، وبالتالي صار في عنا شيء يسمى حياة، وصار في عنا تعاملات، وصار في عنا اختلاط بالناس، وصار في شيء في المنتصف ما بين لحظة تسليم الأمانة ولحظة إرجاع الأمانة، ما يسمى الحياة. اليوم أنا شو بطلب منك لما ربنا، لما حد بيأجرك بيت، شو بطلب منك؟ إنك تدير بالك عليه وتدفع له أجار. ربنا ما طلب منا أجار. تدفع حق الهوى؟ عمرك سمعت عن واحد دفع حق هوى؟ اليوم الناس اللي بتموت في المستشفيات بسبب نقص الأكسجين، مش ضروري إنه نحن نتذكر سبحان الذي جعل الأكسجين مجانا، سبحان اللي جعل الأكسجين مجانا. لكن كما هو الأكسجين مجانا فالسعادة مجانية، والرضا مجاني، وقبول الواقع وتطوير الذات مجاني، كل هاي الشغلات مجانية. الخوض في أعماق الأمور أحسن من السطحية. السطحية بتخلي الإنسان يعتقد أنا شو موجود، أنا ليش موجود، ليش عنا اليوم شباب كثير بدأت تفكر بإلحاد وبدأت تفكر باكتئاب، وأنا ليش موجود، وأنا ربنا خلقني عشان أتعذب، هو وين ربنا، لو ربنا أصلا موجود ما كنتش أنا تعذبت، لأنه ما فهمش العمق من وجوده. أنت مش موجود عشان تتدلع، أنت مش موجود عشان تتدلع، ولو قضيت طول عمرك تشتغل أنت ما رح توفي حق أنك أنت أخذت هالروح، أخذت روح، مش بس روح، خدمة 5 نجوم، تقعد في بطن أمك آكل شارب نايم، عم تنمو، عم بينمو دماغك و100 تريليون خلية عصبية، وعم تنمو عيونك، وعم بينمو أذنيك، وعم بينمو وكله عم بينمو، وكل شيء واصلك لعندك. ربنا ما طلب منك شيء، طلب منك انك بس تقول انه في اله موجود، تعترف بوجود الله، واشياء بسيطه تعترف به حسب دينك طبعا، لكن احنا بنحكي انا من وجهه نظري، ربنا ما طلب منا شيء، شو المطلوب منا؟ انه نعترف بوجود اله ونعمل بعض الاشياء اللي هي من مصلحتنا؟ لكن الاهم من كل شيء، ونترك هذا لاهل الدين، خلينا في اهل الفكر لانه الاثنين مرتبطين في بعضهم البعض، برايي الشخصي ادخلوا في اعماق الامور. إذا فقدت اليوم عزيز فاعلم أولا أن عزيزك ذهب إلى صاحبه. إحنا موجودين هون خليفة، أنا خليفة الله في الأرض، نفخ فيه من روحه، والأمانة في يوم من الأيام لازم ترجع لأصحابها، وهي الأمانة بترجع. السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف تعاملت مع هذه الأمانة؟ رح توقف أمام الله بأي منظر؟ تخيل أنت لو أنا أعطيتك تليفون وإجيت قلت لك لو سمحت رجع لي تليفوني، قلت لي دكتور حسن أنا آسف بس التليفون مكسر والتليفون وسخ وبطل يشتغل وعليه شاي وقهوة، كيف وجهك قدامي؟ هاي أنا رح أسألك سؤال، هاي الأمانة اللي أنا أعطيتك إياها؟ هاي الأمانة اللي أعطيتك إياها هيك بتعمل فيها؟ هيك بتعمل في الأمانة؟ واليوم نفسك أمانة قضيتها تبكي؟ قضيتها تشكي؟ مش عطيتك عقل وهديناه النجدين؟ مش تركت لك الحرية بالتفكير؟ مش تركت لك الحرية في الاختيار؟ شو بدك تقول له؟ ظروفي كانت صعبة؟ أصعب من مين؟ طب تعالوا نادوا سيدنا يوسف اللي دخل السجن، طب تعالوا نادوا سيدنا عيسى المسيح اللي كان فقير يتيم، تعالوا نادوا سيدنا محمد ما هو يتيم. والحياة مليانة بأمثلة، مش من الأنبياء، من البشر العاديين، يا مناس كانت ظروفها صعبة. اللي اخترع الواتساب، اللي اخترع الجهاز اللي انتو كلياتكم شغالين واتساب، تعرفوا قصته؟ هذا الرجل من أوكرانيا، بسبب الفقر والظروف السياسية في أوكرانيا، أمه ما كانش لاقي الطعمية، أمه وأبوه، فقرروا أنه يقدموا لجوء لأمريكا، وطلعوا أمريكا، كان عمره 16 سنة، ما كانش يقدر يتصل في أبوه لأنه ما فيش مصاري، وأيامه ما فيش غير الاتصالات العادية، وتوفي والده هو مش شايفه،
ومن ثم درس لأنه كان متفوق وصار يشتغل كسيكيورتي، وبعدين بدأ يقدم على شركة فيسبوك، وكانت شركة لسه بها عم تبدأ، رفضوه قالوا له أنت غير مؤهل. فقرر من وحي معاناته أنه ما كانش عارف يتواصل مع أحبائه يعمل برنامج يشبك على الإنترنت يقدر فيه يتواصل مع من يحب، وعمل برنامج الواتساب وباع البرنامج ب20 مليار دولار. هذا الشخص اللي شوف هالظروف اللي عنده، شو ظروفك أصعب من ظروفه ولا أسهل ولا شو وضعك؟ بالنهاية هي خيار، هو خيار. فيجب أن تعلم يقينا أنت حتموت وأنا حموت وكلياتنا حنموت، 50 سنة من الآن كلياتنا عبارة عن ذكرى ولا ملناش وجود على أرض الواقع، وحنكون رجعنا لبارئنا وخالقنا ومصورنا الرحمن الرحيم. لكن إلى أن نعود إلى الرحمن الرحيم، تذكر دائما عندما تضربك مصيبة الموت تذكر أن صاحب الأمان جاء ليأخذها، فإنا لله وإنا إليه لراجعون. وتذكر دائما أن صاحب الأمانة هو أكثر الناس حرصا عليها، ولولا حرصه عليها لما طلبها. نحن حتى باللغة الشعبية لما شخص بيموت بنقول سبحان الله، ما كانش وجه وجه دنيا، ربنا طلب وطلع لعنده، سبحان الله إنسان طيب، الطيبين هم اللي بيموتوا. طبعا كلياتها خزعبلات وبنحكيها وما بصيرش أصلا تنحكى لأنه الكل بيموت، الطيب واللي مش طيب، بس الفكرة فكرة أنه ربنا صاحب الأمانة، فأكيد قضاءه وقدره في مصلحة ما خلق، فهو يملكنا. وصاحب الملك دائما يريد الخير لما يملك. فلو أنا مسكت سيارتي اليوم ورحت فكفكتها وطلعت علي، ليش بتفكفك سيارتك؟ تحكي لحالك أكيد الدكتور عم بيصلحها عشان تصير أفضل، عم بيعمل لها صيانة. ليش؟ لأنه صاحب السيارة. ولله المثل الأعلى. فتذكروا دائما إنا لله وإنا إليه لراجعون. الحياة لا تؤخذ بالحفظ، الحياة تؤخذ بالعمق. اقرأ ليس معناها أن ترتل أو تتلو، اقرأ معناها أن تتمعن وتتفحص، اقرأ معناها أن تستخدم دماغك، هذا الجهاز المبدع اللي أبدع ربنا في خلقه. أنت الإنسان المخلوق الذي يباهي الله به الملائكة، الملائكة التي جبلت فقط على العبادة، نحن الذي يباهى فينا. وعندما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربنا حكى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فالقرار بإيدك، الخيار معك. تعلم، العلم بينقذك من الفشل، العلم بينقذك من الحزن الشديد المبالغ فيه، العلم حصنك ضد الاكتئاب، العلم حصنك ضد الإحباط، ضد الاستسلام. العلم أمل في كل لحظة بتعيشها، حتى لو كنا عارفين إن إحنا بنموت، لكن حتى لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ليش؟ لأنه عنا علم. وفي النهاية بتمنى لكم كلكم الصحة والعافية، ولذلك نحن فاتحين هاي الصفحة، ولذلك بنعمل كورسات وبنشتغل مع الناس بشكل دؤوب، وبنفتح لهم مجال إنهم يتواصلوا معنا ويسألونا على الكورسات اللي بياخدوها. كورساتي أنا مفتوحة، والشهر هذا هو شهر الهدايا والعطايا، وإن شاء الله في عيد الأم إن شاء الله في مفاجأة أخرى. بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح. إنا لله وإنا إليه راجعون، تفتح هيك آفاق للأمل. أنا لله وسأعود إليه، وسأعود لمن؟ لله الرحمن الرحيم. وأنا عند ظن عبدي فيه فليظن بي عبدي ما يشاء. الموضوع عندك. السلام عليكم.